زي ما احنا متعودين كده دايما انه هنا من خلال انبوكس بنسلط الضوء على مشاريع تخرج لطلبه كتير جدا بيعملوا مشاريع مميزه بتفيد البشريه بتفيد البني ادمين والناس اللي حواليهم، يمكن سواء بقى من خلال كليات فنيه او من خلال اي مجال تاني يقدروا يفيدوا الناس من حواليهم بيه. النهارده ضيوفنا اللي منورنا ضيفتين طالبتين مميزتين جدا من كليه فنون تطبيقيه جامعه بنها، قرروا ان هم يسهلوا الحياه على مريضات سرطان الثدي من خلال تصميمهم لازياء ذكيه جدا تساعدهم ان هم يتعاملوا مع طبيعه المرض القاسي ده، سواء بقى مريضات سرطان الثدي والمحاربات او الناجيات منه او حتى الاشخاص اللي ممكن يكونوا معرضين للاصابه بالمرض ده. تفاصيل كتيره جدا هنعرفها من ضيوفنا اللي منورنا، هاجر محمود. ازيك يا هاجر منورانا؟ وندى طارق. ازيك يا ندى منورنا؟ ازيك يا ندى؟ ازيك يا هاجر؟ عاملين ايه؟ الحمد لله منورينا والله وشرفتونا في انبوكس. ربنا يخليك يا رب دايما. الحمد لله. طيب قولوا لنا بقى، يعني ابدا بمين الاول؟ هاجر؟ نبدا بهاجر. قلنا يا هاجر، ايه اللي خلاكم تفكروا في المشروع ده؟ ليه قررتوا تعملوا ملابس يعني خاصه وذكيه لمرضات يعني سرطان الثدي؟ هي من خلال تجربتنا مع مامة صاحبتنا، كانت هي مصابه بالمرض ده، ولما استأصلت الثدي استأصلت الغدد الليمفاويه في الدراع اللي جنب في الدراع اللي تحت الابط اللي جنب الثدي. فالدراع ده اصبح خط احمر، محدش بيجي ناحيته، وبقى مش ما ينفعش تقيس الضغط، ما ينفعش تسحب منه عينه، خلاص يعني يعتبر الى حد ما وقف. فهي كانت مره كانت لوحدها فحصل لها اغماء، والناس بداوا يتسرعوا عشان يحطوا ايه، ويبقى يحطوها يبعتوها المستشفى ويبداوا ويساعدوها يعني ويساعدوها. فلقيت ان اول ما صحيت حد لمس دراعي، حد يجي يعمل دراعي، فالناس طبعا طلعوا ضغطوا على دراعها وحصل لها مشاكل وخيمه وكده يعني. الجزئيه دي بتكون حساسه جدا بالزبط. او المنطقه اللي حواليها المحيطه بيها بتكون يعني يبقى الدراع كله يبقى واقف خلاص، ما ينفعش حد ما بيستحملش يحط حتى ملابس عليها، او بيبقى صعب جدا حتى اي ملمس يعني. اي حد يعني، هم الناس ضغطوا عليه يعني، ضغطوا عليها وهم بيشيلوها، ضغطوا عليها وكده، فهي حصل لها مشاكل وخيمه جدا، وبقت الصراحه يعني حصل لها تفاقم في المشاكل وما بيرجعش لطبيعته تاني بقى. حتى بعد التعافي لا هي ما هو خلاص يعني هي لما تم الاستئصال هي كده تقريبا تعافت من مرض السرطان. هي تعافت بس شال الغدد الليمفاويه اللي تحت الابط اللي هي المسؤوله عن التئام الجروح اصلا. فكده الدراع وقف اصلا. فهو لو الدراع اصلا اتخبط او اي حاجه بيبقى خلاص بيتعرض للاذى جامد. طيب ندى خليني اسالك، يعني ايه ملابس ذكيه؟ يعني عايزين نفهم اكتر برضو الساده المشاهدين عشان يكون الموضوع واضح قوي. ايه الملابس الذكيه اللي هتدعم اي حد مصاب بمرض الثدي يعني سرطان الثدي؟ في دراستنا الترم ده كان عندنا هي ماده اسمها اصلا ملابس ذكيه. الملابس الذكيه هي ازاي ادمج بين التكنولوجي والديزاين عموما، يعني ازاي ادخلهم في بعض بحيث ان هم يحلوا مشكله معينه، يساعدوا حاجه، يخدموا حاجه. في مثلا ممكن اقيس نبض، اعمل انذار، اعمل صوت، اعمل حاجه. فاحنا لما درسناها درسنا انواع السنسورز، درسنا التكنولوجي اللي ممكن تدمج وكده، فعرفنا بقى ازاي ان احنا نوظفها انها تخدم الفكره بتاعتنا. فعرفنا ان في نوع اسمه التراسونيك سنسور، ده بيعمل صوت لما بيجي حد على المدى بتاعه حوالي 15 سنتي كده. فقلنا ليه هو ده اللي احنا عايزينه. فتواصلنا طبعا مع باشمهندسة هي ميكاترونكس، هي ساعدتنا كتير لان احنا فهمناها فكرتنا وازاي احنا عايزين نعمله وكده. هي طبعا كانت المسؤوله برضو كبيره عن الجزء ده، ساعدتنا كتير في الحته دي. طيب هو الصوت اللي بيطلع من الجهاز نفسه ده بيكون بيلفت نظر المصاب نفسه ولا بيلفت نظر الناس اللي حواليها؟ هي اوريدي المصاب عارف هو في ايه وعارف الدنيا، بس احنا فكرتنا في نشر الوعي، لان انا واحده من الناس لولا مامة صاحبتي وكده انا ما كنتش عارفه ايه مشكله لما انا يعني صوت الثدي الدراع وكده. فانا بنشر الوعي يعني بحيث لما يعمل صوت ايه ده انا مريض سرطان الثدي مثلا، المفروض ما تقربش من دراعي، المفروض ما تخبطش فيه. كل دي حاجات احنا حطيناها في الاعتبار. ندى هاجر، احنا معانا دلوقتي صوره للملابس الذكيه المخصصه لمريضات سرطان الثدي، اشرحوا لنا اكتر يعني ازاي التكنيك بيتحط في الملابس دي، وهل ان هو بيبقى سهل على السيدات ان هم يلبسوه عادي وما بيأثرش على بشرتهم ولا جلدهم، خصوصا ان هم بيبقوا حساسين جدا؟ انا ولا هاجر؟ هو المفروض ان هو بيبقى بنفتح مكان في الدراع عشان يطلع نخرج السنسور عشان يقدر يصدر صوت والصوت يطلع للناس اللي حواليها. وبعدين بيبقى فيه جهاز اردوينو بقى، ده اللي بيبقى فيه الاسلك المسؤول عن اصدار الصوت ده، وبطاريه دي بنعمل لها بقى زي جيب داخلي جوه كده
بنحط فيها الاردوينو والحاجات دي كلها، ويبقى بقى موصلين الجهاز ده بنبقى عاملين له زي مجرى كده وعاملين فيها اللوسلوك دي عشان بعيد عن تلوث البشره ولا لا، لا ومبطنينه بقى يعني، هو ده كله مبطن مش باين اللوسلوك دي خالص بقى. برضه سالنا دكاتره وتواصلنا معاهم ان هو هل ده يفيدها، ده هيضرها، هيحصل لها حاجه منه؟ قالوا لا طبعا ده هيبقى منقذ جدا لدراعها، خاصه لما هم بيتعرضوا لحاجات احنا ما بنبقاش عارفين نعمل حاجه. مش بيصدر مثلا منه ويفز او موجات؟ لا لا، هو ناحيه بره. هو يعني هو مش اي مشاكل بيبعت الويفز لبره، حاجه ثانيه ممكن بنواجهها بالظبط. لا هو بيبعت لبره مش ليها خالص. ما يعملش تاني حاجه بقى بنعمل دي ملابس وظيفيه بقى، تبقى سهله على فتحها عند منطقه السدر، عباره عن كباسين بتتفتح بسهوله جدا. وعند الدراع برضو عاملين زي سوسته سحريه كده كامله بالدراع كله، بتتفتح بسهوله، وعشان لما تسحب العينه تقيس ضغط كده يعني، تبقى سهله عليها بالنسبه لها ان هي دي بقى هو بيعمل صوت. ايوه حلو جدا. ده في صوت في الموضوع هنا؟ في صوت في الموضوع. طب اتش ممكن نسمع الصوت لو ينفع؟ طيب ندى، طيب ندى قولي لي يعني حاجه زي دي بتسهل الحياه على مريضات سرطان الثدي طبعا، خصوصا ان انتوا يعني خاطبتوا حته كده يمكن تكون يعني ناس كتير قوي او دكاتره ما خدوش بالهم منها، معاناه مريضات الثدي ما بعد العلاج او التعافي او الاستئصال. رد فعل يمكن انتوا قلتوا طبقتوا الموضوع على مامة صاحبتكم، رد فعلها ايه؟ اتعاملت ازاي مع الموضوع؟ وهل الازياء انتوا بقى يعني اي واحده تبقى عايز تلبس شيك وحلو ويبقى في يعني تعدد كده في الازياء والملابس، بتعملوا ايه برضو عشان الموضوع ده يبقى بالنسبه لهم حلو؟ لقينا رد فعل كان كويس جدا يعني، معظمهم برضو حتى لما نشرناها النت بعد، حتى مامة صاحبتنا تواصلنا مع محاربات تانيين كتيره طبعا، رد فعلهم كان كويس جدا، خصوصا ان هم فاهمين، حتى اهاليهم برضو تواصلوا معانا من غير ما هم يعرفوهم، لان هم بيقولوا لنا انا فعلا الموضوع لمسني من جوه، لان ماما احنا لازم ناخد بالنا من الموضوع ده جدا يعني. انا عجبني جدا فكرتكم ان في حد يعني فكر في الموضوع ده طبعا. بالنسبه للديزاين احنا حرصنا يعني ان هو تبقى الالوان مبهجه شويه بتعبر عن مستشفى بهيه، الالوان تبقى حتى الموتيفا خدنا فراشات عشان تبقى برده مصدر للامل شويه. عملنا طباعه على الكم بحيث ان السنسور ما يبقاش باين قوي وهي ماشيه من بعيد مثلا، دي حتتكم بقى انتوا فنون تطبيقيه يعني، حاولنا نخبيه بحيث مش لو هو حاجه ساده فهيبقى باين، فكل حد يسالها هو ايه ده مثلا كده كده يعني. فاخترنا برضو الطباعه معينه والالوان معينه، ديزاينز معينه، حاولنا ان هي توافق بين مثلا المحجبات والمش محجبات يعني، نوفق بينهم برضو الفئات العمريه. بناخد ارائهم برضو في الديزاينز، تحبوا ايه، تحبوا الالوان ايه وكده. حلوه. طيب هاجر، الخامات واحده يعني؟ الخامات بالنسبه للناس اللي هي اللي ممكن اللي ما عندهاش بعض المشاكل، هي نفس الخامات برضو بيستخدموها يعني اللي هم عندهم مشاكل او اللي هو اللي اتصابوا بسرطان الثدي؟ هو احنا لما بحثنا في الموضوع لقينا ان هم لازم تكون فيها نسبه قطن كبيره عشان تسبب لها راحه برضو، عشان هي بتبقى بتتعرض لاشعاع، بتتعرض بتاخد كيماوي، بتبقى الدنيا عندها صعبه جدا. فلقينا ان الدكاتره قالوا لا لازم يبقى فيها نسبه قطن كبيره، فاحنا حاولنا ان احنا نجيب بقى قماش روزالين، القماش اللي هو يبقى سبب لها راحه كويس، بس عادي ممكن اي حد يلبسه يعني، هي مش ليها مخصص ليها هي بس، ممكن اي حد يلبسه عادي. يمكن عشان القطن يعني بيبقى اكتر حاجه صديقه للجلد والمريحه الخامات الصناعيه. طيب يعني خليني برضو اعرف منكم اكتر، انتوا دلوقتي ماشيين في اتجاه ان انتوا بتحاولوا دلوقتي تعملوا كذا شكل وكذا ديزاين، هل هيبقى متاح لاي حد مثلا ان هو حد دلوقتي هو مصاب بالمرض وعايز يكون عنده لبس متعدد ان هو يقدر تنزل وتطلع وتمارس حياتها بشكل يومي طبيعي جدا، فهل هيكون هتقدروا توفروا حته ان هو الستايل المختلف الالوان المختلفه، هل ده هيبقى متاح؟ تمام، هيبقى متاح. وتاني حاجه كمان ان هي مثلا ممكن تاخد سنسور واحد وكذا ديزاين، بس حل. انا بقى عامله حسابي ان انا الديزاين النات دي كلها يبقى فيها مكان للسنسور، ان هي تحاول واقول لها برضو طريقه الغسيل برضو ازاي، ما تيجي تغسل القطعه ديت وما تيجي برضو تقلع او تلبسه يبقى برضو بطريقه معينه، او تيجي تحطه من ديزاين لديزاين تبقى برضو ليها طريقه معينه، عشان هو ساعات ممكن برضو يعلق منها وكده وما تعرفش برضو تتعامل معاه، فلا بيبقى معانا برضو زي بروشور كده مكتوب فيه كل حاجه طريقه التعامل معاه.
طيب ايه الصعوبات اللي واجهتكم بقى وانتوا فكرتوا في الفكره وقررتوا ان انتوا تنفذوها؟ اول حاجه كان ان احنا نختار ديزاين صح، يعني احنا عملنا ديزاينز كتير جدا وقعدت تصفي تصفي على 2 3 كده عشان نعرف نوصل لاحسن حاجه. تاني حاجه الاسعار، كان في يعني مهندس كلمناه في الاول، حسيت ان كان في نقطه استغلال لان هو طلب مبلغ كبير قوي في موضوع السنسور، فانا لما عملت سيرش على الماتيريالز وكده حسيت ان مش غالي قوي كده، مش مستاهل الرقم ده. فكلمت ناس كتير لحد ما وصلت للي هي الباشمهندسه دي، عملت لي بسعر يعني يعتبر جنب اللي هو قاله، سعر رمزي مش موجود، فدي كانت حاجة برضو غريبة شوية. في بقى السهر بقى والتعب والفترة برضو كورونا، ما كناش عارفين نوصل كويس للمحاربات، خصوصا المستشفى بقى هي يعني في إجراءات صارمة جدا طبعاً. في الزيارة الكورونا وكده ما ينفعش، فأخدنا فترة على ما عرفنا نوصل المحاربات، نجمع توقيعات زي القطعة اللي هي التالتة. يعني دي تعتبر الحاجات اللي قابلتنا يعني. طب على أرض الواقع بقى إيه الأخبار؟ يعني حاسين إن هم مبسوطين فرحانين يعني بيتم تداول الملابس دي بشكل يعني كبير دلوقتي معاكم ولا لسه برضو؟ هي في ناس يعني احنا لما عرضنا الفكره بشكل اوسع بقى لقينا ان ناس ده حلوه جدا، وانا اهم حاجه عندي صحتي ان انا دراعي يبقى ممكن يبقى كويس ما يجرالوش اي حاجه. تمام. في ناس تانية قالت لا انا مش عايزه حد يعرف ان انا مريضه سرطان ثدي، انا عايزه الموضوع يبقى لي انا بس، ينبهني انا بس. فدي برضو فكرنا لها في حاجه ان هو نعمل لها جهاز يصدر انذار يعني ذبذبات بسيطة كده بس ليها هي لما حد فايبريشن بس كده لما حد يقرب منها تبدأ هي تاخد حذرها وما تقربش منهم أو تبعد من الزحمة مثلا كده، يبقى يعني يبقى ليها هي بس مش للي حواليها ويعمل لها إزعاج، ألف بيسبب لي إزعاج وكده يعني. طبعا يعني هاجر وندى يعني احنا كان نفسنا نقعد معاكم وقت أكتر، بس يعني 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 طبعا جزاكم الله كل خير. دي حاجة يعني أنا عاجز بصراحة إن أنا أقول لكم إيه، إن أنتوا فكرتوا إن أنتوا دايما فعلا اللي أنتوا بتعملوه ده اللي مصر دايما محتاجاه، من شباب بيفكر إزاي يخدم المجتمع، وده كمان يعني توجه الدولة. فطبعا يعني إن شاء الله كده ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله تقدروا توصلوا لكل الناس في مصر وفي العالم كله. يعني شرفتونا ونورتونا، ويعني شكرا ليكم. كده هتكون خلصت فقرتنا، بس قبل ما نطلع من الفقرة دي طبعا يعني يعني نسأل الله عز وجل إن شاء الله يعني بالشفاء لجميع مرضى سرطان الثدي، وطبعا جميع الأمراض إن شاء الله في مصر ووطن العربي وفي العالم جميعا إن شاء الله كده بالشفاء، وإن شاء الله يكون هاجر وندى وكل الناس اللي بتحاول تساعد جميع المرضى إن شاء الله يقدروا إن هم يطوروا في كل حاجة ويساعدوكوا دايما، وكلنا نكون حوالين بعض وفي ظهر بعض. هنطلع لفاصل ونرجع مع المستشار أحمد فوزي حجازي، خليكم معانا.